أخبار الطقس مرنا إيهاب وقفة أخيرة. شكرا لكم محمد وهبة. والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22، الإسكندرية 28-20، مطروح 27-18، بورسعيد 28-22، والإسماعيلية 31-20. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 20، العريش 29-20، طابة 28-21، شرم الشيخ 32-24، والغردقة 33-23. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 36 درجة والصغرى 23، أسوان 37-24، الوادي الجديد 34-20، شلاتين 33-24، وأخيرا حلايب العظمى 31 درجة والصغرى 24. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.